بتعمل ايه؟ اتمنى ما يكونش اللي في بالي صح. لا صح، عشان مستشفيات الرأفة يا فندم. انا جبت تأجيل القضية اسبوع، يعني قدامنا اسبوع ونخلص القضية بعيد عن المحاكم. وانا كنت جاي اجيب انذار قضائي للنقابة. اللي انا عملت احسن. هو حد قال لك ان انا مش عارف اتصرف في القضية بتاعتي؟ القضية بتاعتك اسمها بتاعت المكتب يا زين، ما اسمهاش قضية زين ثابت. بعدين يا اخي المفروض تشكرني، جبت لك كام يوم تعرف تشتغل فيهم الشغلانه اللي انت بتعرف تشتغلها وتجيب ليك كويس. انا بحذرك، دي اخر مره تتدخل في قضيه انا ماسكها. انا قلت لك ان انا اتغيرت مش بقيت ضعيف، ما تهددنيش تاني يا زين. وبعدين لما حد يساعدك اشكره، جرب تشكر كده هتبقى كويس. هو انا عندي مساعد فعلا وبقول له شكرا احيانا، وعلى فكره كان عندي نفس الفكره بتاعتك دي. بجد؟ لا ذكي جدا بس لسه على قد مبتدئ.